مشاهدينا، يعني نعتذر اول شيء من ضيفنا الاستاذ فارس فتوحي رئيس الحزب اللبناني الواعد على التاخير، بس شفنا كنا على نقل مباشر مع البشك الراعي ومع وزير الداخليه محمد فهمي، ومن شوي استمعنا الى مقررات مجلس الوزراء التي تلتها وزيره الاعلام منال عبد الصمد. استاذ فارس، يعني شفنا سمعنا المقررات وشفنا انه في نيه جديه بمحاسبه المسؤولين عن الانفجار اللي وقع بمرفق بيروت، هل تعتبر رح نوصل لنتيجه؟ اول شيء اسمح لي اولا نعزي كل عوائل الشهداء، عائلات الشهداء، وان شاء الله الشفاء العاجل للمصابين، ونتمنى للمفقودين ان يتلاقوا باسرع وقت يكونوا بصحه جيده ان شاء الله. نرجع لمقررات جلسه مجلس الوزراء. المقررات برايي جيدة، بس في عندي تعليقين. أولا على ما عم نطلب المساعدات أو عم نقول ما نطلب مساعدة من دول الصديقة، طبعا هذا شيء ضروري لأنه ما عندنا حل تاني بآخر النهار، وإنما المهم هو نعرف شو بدنا نطلب من هالدول الشقيقة أو الصديقة. يعني ما بدنا يصير معنا مثل ما صار بال 2006 يلي المساعدات إجت وبالآخر معظمها راح هدر. المهم أول شيء إنه ينعمل إحصاء شو المطلوب، يعني ينعمل إحصاء. عندك العالم اللي هلا قاعده بلا مسكن، بلا اكل، بلا شرب، والامور الاساسيه لنقدر نطلع من هالازمه والكارثه. فلازم ضروري نعرف شو هو اللي بدنا نطلبه اولا، ثانيا نظبط الموضوع لوجستيا، يعني كيفيه الاستلام، وين بدنا نوضع هالمساعدات. بس هالمواضيع يعني ما بتاخذ شوية وقت لوجستيا، يعني الناس ناطرة يمكن بعدها بالشارع، ما عندها بيت، ما عندها مأوى. صح، بس بكرة إذا إجت يعني هلا عم نشوف المساعدات أو المساعدات الطبية إذا على ما أظن من دولة قطر. بيير ناطر كمان، إيه بعد شوي. يعني أوكي عم تنزل بمطار بيروت، طيب بعدين؟ شو الاطار اللوجستي تبعولها؟ يعني وين حتروح؟ كيف حتتوزع؟ مين حيكون مسؤول؟ مش الهيئه العليا للاغاثه او السلطات، هي الهيئه العليا للاغاثه، وانما السؤال كيف حتتوزع؟ وهيدي المساعدات اللي عم تجي شو هي؟ يعني مين قال لهم انه هيدا هو الشيء المطلوب مثلا؟ او اجاهم ليستا او لوائح، يعني عطوه بس يكون في نكبات او عم يصير، يعني الدول دغري بتساعد بالمواد الغذائيه، بالمواد المستلزمات الطبيه. صح، يعني بس الاساس والاهم انه يجي بالاول. هيدا الاهم. والنقطه الثانيه اللي هي بخصوص لجنه التحقيق. نعم. هيدي طبعا من اهم النقاط، وانما شوي مش واضحه آلية تنفيذها. يعني مثل ما فهمنا من معالي الوزيرة بقى شرحت انه عم بيقول في خمس ايام تحقيق، بعدها خمس ايام بيعلنوا هالاسامي، هول الاسامي رح يكونوا بالاقامة الجبرية. انت برايك بعد خمس ايام كل واحد له علاقة بهالموضوع حيكون موجود بعده؟ او متكل انه حيتلفلف الموضوع؟ يعني لنجي نقول نحن خمس ايام، خمس ايام بهيك حدث، بهيك كارثة حلت، عم نحكي باكثر من 100 شهيد، 115 اخر احصاء، شهيد اخر استحصى، وعندك فوق ال 4000 جريح. خمس ايام برايي وقت طويل جدا لهيك جريمه، جريمه بالنهايه. يلي بده يكون له علاقه بهالامر بعتقد حيكون اخذ احتياطات او حياخذ احتياطات، وانا برايي كان وواضحه جدا كأجهزة أمنية، وبالنهاية عم نتعاطى مع دولة نحن، إنه يكونوا عارفين من البداية مين هن يلي لهم علاقة. يعني تستبعد التحقيق الشفاف. يعني بالنهاية منا قضية سياسية أو مالية عادية، عم نحكي يعني عم نحكي بجريمة 100%. بس أنا بنفس الوقت عندي خوف من التحقيق الشفاف أكيد، بس بنفس الوقت ماني مع تحقيق دولي. ليه؟ يلي عم يطالب فيه الامم كرمال اجتماع مجلس الامن نهار الاثنين، بنعرف كلنا انه حتطالب بتحقيق دولي لهالموضوع، لانه عم نفرجي عدم قدرتنا وعدم بس ما صار في عندنا انفصام، يعني عم نقول معنا جايك على الموضوع. انا برايي حتى لو بده يصير هذا التحقيق الدولي، خوفا من تسييسه، والداخلي ما بيتسيس، الداخلي بيتسيس. طيب يعني بس بنفس الوقت انت هون بوضع كثير حساس، نحن عارفين وكلنا كنا ناطرين ومتخوفين انه يصير في اي حدث امني بهالشهرين، وكل المعلومات كانت بتقول انه في ترقب لمعقول يصير احداث امنيه. طيب اجتنا هالفاجعه هيدي امبارح.
مع انه احنا كنا منتظرين تحقيق المحكمه الدوليه، قرار المحكمه الدوليه نهار الجمعه ومن بعدها على اساس التمديد لليونيفيل. فكان في مفاصل كثير مهمه جايتنا هالشهر اللي هي فيها نوع من التوتر او حتسبب لتوتر بالداخل اللبناني. متفاجاه اجتنا هالضربه امبارح. طيب هلا اذا كنا ناطرين حدثين، هلا صار في الثالث فات عليها، واحنا عارفين ومتخوفين من قرار المحكمه الدوليه انه يكون الامر مسيس، ودائما عم بيطلع هالحديث انه حيكون انه المحكمه الدوليه مسيسه، وانا بعتقد انه قرار المحكمه الدوليه مسيس لجهه معينه، وكلنا عارفين هال وفي جهه مؤمنه بالمحكمه الدوليه، في جهه مؤمنه طبعا. هلا هيدي مشكله لبنان واللبنانيين، هو الانقسام دائما، ما في عنا رؤيه موحده. طبعا هيدي بتختلف عن اذا بدك كمان طلب الحياد، هذا هون اللي بيتناقض كمان بموضوع الحياد اللي بيطالب فيه بتركنا. كيف بده يكون في حياد وفي هالانقسامات، كل واحد على قرار معين او ميله معينه. ف برايي لازم يصير في هالتحقيق الداخلي من قبل بس في قسم كبير من يعني المواطنين يعني اللي انأذوا بالانفجار، وايضا لغير يعني انأذوا بالانفجار ما عندهم صدق او خلينا نقول ايمان او ثقه بالقضاء اللبناني، وخصوصا فيما يتعلق يعني القضيه عم تتعلق بالسلطه، يعني مين بده يحاكم مين ومين بده يحقق. انا برايي هذا الموضوع، هذا الحدث اللي صار امبارح، مستحيل رئيس هون يسكت عليه. مستحيل انه يخلي الفاعلين ينفذوا من هال من هال من الامر. ف واحنا شفنا اصرار رئيس عون ب محاسبة المسؤولين وشد العقوبات عليهم. بس كمان رح نوصل لهاليوم يعني هيك يكون في عنا عن جد مسؤولين على هالموضوع عم يتحاكموا، عم يتركب لهم المشانق، لانه في عندك 115 شهيد، مش عم نحكي بس اضرار ماديه، يعني رح نوصل لهاليوم اذا ما سيسنا هالموضوع وما اخذناه صوب السياسه والنكافات الداخليه. طيب مين بده يسيسه؟ مش الحكومه او الرجال السياسه؟ يعني رجال السياسه، ما هي طيب. مشكله البلد، مشكله البلد وين؟ مشكله البلد هي بالطبقه السياسيه الموجوده يلي هي كل وحده اخذت طرف، يلي هي اللي داخله بالسجلات العقيمه، اللي عم بدخل العالم معها بهالسجلات العقيمه، لحديت ما عم بيصير معنا هالمصايب، يعني مصيبه ورا الثانيه عم تجينا، ما عم نلحق نطلع من الاولى لنفوت بالثانيه. هيدي الاساس وهيدي المشكله الكبيره. هي هلا المفروض اولا هي الوحده بين كل السياسيين، يا اخي شيلوا خلافاتكم، شيل انه انت مع الغرب وانت مع الشرق وانا مع فلان وعلتان، خلينا نشيل هالموضوع. هلا هذا في امر وطني مأساوي، لازم نلاقي له حل، لازم نحط ايدنا بايد بعضنا. لو المتخاصمين بالسياسة يحطوا ايدهم بايد بعضهم هلا بهالحالة ويساعدوا الناس المتضررة، ونحن هلا لما عم نطلب من الدول الصديقة المساعدة، اكيد انا ماني بس انه نطلبها من الشرق، انا مع الشرق، مع الغرب، مع الدول العربية، مع الكل. خلينا نعمل حدث تاريخي صراحة، الكل حدث تاريخي انه بهالأزمة اللي فات فيها لبنان. يا اخي خليهم المتخاصمين بالسياسة، خليهم على القليلة هالمرة بس يساعدونا من دون اي استفسار. استبعد العمل الارهابي او ضربه اسرائيليه للعدو الاسرائيلي على المرفأ؟ حسب التقارير الامنيه بيقولوا انه منه عمل ارهابي. انا برايي خلينا ننطر التحقيق. بس برجع بقول لك التوقيت اللي صار فيه التفجير في علامه استفهام كثيره، يعني اول شيء قبل بيومين من قرار المحكمه الدوليه. طب اصلا هل هو له علاقه الحدث؟ شو راح يمنع من اصدار القرار بعد المحكمة؟ ماشي راح يصير، بس هلا اذا بدك التوجه اكثر رايح على 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 يعني امتصاص غضب الشعب بعد صدور القرار قصدك؟ ما هو الشغله الثانيه اللي بتجي بتقولها انه شوف غضب الشارع من ناحيه، لا حضرتك حكيت عن توقيته، يعني توقيته شو شو ما هو يعني انت، ما هذا اللي عم لك اياه انت، شو اثر على القرار؟ قصدي توقيت الضغوطات على لبنان. هذا قصدي، توقيت بمظله الضغوطات على لبنان. ليش اجت بهالوقت هيدي؟ ليش لما كل كان متخوف على امور امنيه حتصير اجت هالفاجعه امبارح؟ وبرجع بقول لك والاهم يعني هون انه هلا صار عندنا استحقاق جديد، اللي هو نهار الاثنين او الثلاثه او يمكن يطلع
تحقيق دولي. طيب يعني تعتبر انه هذا هو سيناريو مدبر الانفجار؟ يمكن. فشو شو اللي بيمنع انه عندك بكره المحكمه الدوليه؟ احنا مبدئيا عارفين شو الحكم. من بعدها التحقيق الانفجار يطلع كمان انه بسبب وجود، مع انه انا برايي امر سخيف وجود سلاح او مصنع صواريخ او غيره لحزب الله. بس ليش عم تربط الحدثين؟ انا هون هيدا سؤالي. لانه انا برايي كله مرتبط بالضغط على لبنان اولا و بهذا الانفجار. شو ضغط على لبنان هلا؟ انه تحميل حزب الله المسؤوليه. طبعا تحميل حزب الله المسؤوليه، والاهم والاخطر من هيك عم بقول لك، ما تروح تسييس عمليه التحقيق. طيب طب هون انت قل لي، اذا صار هالتسييس، ان شاء الله لا، اذا صار هالتسييس شو حيكون رده فعل الشارع؟ انت الشارع اصلا هلا هو بمحنه يلي هي الوضع الاقتصادي متدمر من وراء ضغوطات. خلينا نحكي بصراحه، شو ما كان القرار تبع التحقيق رح يتسيس، يعني اذا قالوا هيدا سوء اداره من اشخاص معنيين ما كانوا مسؤولين واهمال، انا برايي من كبير لصغير. طيب كمان رح بعض الناس رح يدافعوا عن هالاشخاص، رح يعتبروا انه هيدا خلينا نقول اغتيال سياسي لهالاشخاص، وانه عم يدمرهم سياسيا وكذا، وعم نحملهم مسؤوليه. واذا رحنا على سيناريو حزب الله كمان رح يتسيس الموضوع، ورح يقولوا انه هيدي استهداف ل حزب الله ولا سلاح حزب الله ولا المقاومة. يعني شو كيف ما كان في خطوط حمر حتى يمكن بكرة تطلع، يعني أقل تحقيق بلبنان كنا نطلع نقول لا هذا خط أحمر ما فينا نقرب عليه، طايفة تحميه الحزب ويحميه. طب كمان مين قال ما رح نوصل لهالموضوع؟ احنا بنتمنى ما نوصل لهالموضوع، يعني بالنهاية عايشين بلبنان ولسوء الحظ هيدي مثل ما حضرتك عم تقول هيدا دايما عم نشوفها نحن، وهيدي دايما بنصادفها. وإنما برأيي برجع بقول لك إنه الرئيس ما رح يسمح لأي تلاعب بالنتائج أو بالتحقيق، مسار التحقيق. متمنيين إنه يصير هالمسار الصحيح، بس بنفس الوقت بتمنى. أنا اليوم كنت عم تابع الجولات التفقدية لبعض الأشخاص. أنا برأيي في بعض الأشخاص اللي هن كانوا متواجدين بالسلطة من المخزن موجود من 2014 لهلا. طب من 2014 ان كان من رئيس وزراء لاصغر شخص حاجب. طب كيف لكم عين عم تنزلوا انتم على الشارع هلا وتعملوا الجولات التفقديه؟ وانتم كنتوا عارفين بالموضوع، ما حدا يقنعني انه ان كان وزير ولا رئيس وزراء ولا نائب، ومش نائب، مدير عام مرفق بيروت ولا غيره وغيره وغيره، بغض النظر عن الرسائل هلا عم تطلع على وسائل التواصل الاجتماعي انه كانهم مقدمين بلاغ او كتاب او معلوماتي بخصوص هالموضوع. انا برايي ليحافظوا على ماء الوجه، خلينا ننطر شوي تحيه لنشوف شو النتيجة. رح نكمل معنا حديثنا أستاذ فارس، بس بدي أذكر بالبيان اللي صدر عن قيادة الجيش، يعني خصوصا بعد إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت. تعرب قيادة الجيش عن تعازيها الحارة لذوي شهداء الانفجار الكارثي الذي وقع في المرفأ يوم أمس، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى إخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار، وتطلب من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التقيد بالإجراءات المتخذة والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان. يعني لأنه عم نشوف كنا اليوم في زحمة محل الانفجار، ناس في كتير ناس عم تتفقد أملاك أو أرواح الناس، وأيضا في ناس يعني بس بي يعني فضوليين أو يعني حقهم كمان، يعني بالنهاية عاصمتهم للدمار. هو لسوء الحظ، يعني أنا جاي كمان على الطريق شفت الدمار، وشفت يعني يمكن على التلفزيون بس شوفها بالواقع غير كليا. يعني الله يساعدنا، ما فينا نقول غير الله يساعدنا ويساعد هالبلد بقى. كمان في نداءات دولية كتير كبيرة من اتصالات عم تلاقيها رئيس الوزراء حسان دياب من كافة الدول، ومن شوي أيضا ملكة بريطانيا أعربت عن حزنها العميق لانفجار بيروت. شفنا مساعدات أجنبية وعربية كانت يعني خلينا نقول بصح التعبير ممنوعة عنا. صار في حدث إنساني كتير كبير، انفجار ضخم، شفنا المساعدات يعني دغري وصلت على لبنان. يعني هذا يمكن دليل شو أنه لبنان مش رح يتركوه، ولا فقط من باب الإنسانية؟ هلأ طبعاً في عندك يعني مثل ما قالت وزيرة الإعلام أنه لبنان ما بينترك. شوف هو طبعاً شق إنساني متواجد، وإنما
لبنان من وجوده لهلا دائما ما بينترك، دائما بيكون في عنده اصدقاء كثر في 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 العالم اللي دائما بيمدوا يد المساعده، مع انه نحن ضد اذا بدك دائما هيدي اللي بنسميها بس نوقع بنركض لنحصل على المساعدات، يعني بمعنى او ثاني الشحاده، يعني بنبلش من سادر وان وسادر واحد لهلا دائما بنشوف مساعدات بس نهايتها شو؟ هون المشكله وهون السؤال الكبير، انه هالمساعدات كلها اللي عم تجي او الديون اللي عم تجينا دائما اللي هي بي 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 بغطاء انه احنا ساعدناكم وعطيناكم هالدين، يعني هون الكارثه الاكبر، انه نهايتها وين؟ انه كيف حنسدد هالديون؟ نرجع قصه المساعدات، طبعا ما بعتقد لو صارت باي بلد بالعالم دائما بنشوف شو رح يتغير بعد الانفجار اللي صار بالامس، الانفجار الهائل، بتعتبر هل السلطه هيك كان لها شوك ضربه لتبلش باصلاحات، لتبلش بالمحاسبه، لتبلش بوضع خطط استباقيه، ام رح نضلنا مثل ما عشنا قبل الانفجار؟ شو تتوقع السيناريو؟ الاجابه بالحكومه اول ما طلعت هي انه حطت خارطه، حطت بوينتس بلان، خطة أو مشروع لتنفيذه، إنما سوء الحظ ما شفنا شيء تنفذ لهلأ منه. المطلوب هو إذا بدك إن شاء الله تكون هي صفحة على هلون، المطلوب هو التطبيق، مطلوب نشوفهم على الأرض عم يطبقوا من طبعا محاربة الفساد، يعني في عندك مسار طويل يلي بي 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 بيسترد للدولة بعض من الأموال اللي عم تنهدر. يعني هل تعتبر نحن وصلنا لمرحلة خسرنا كل شيء؟ يعني اقتصاديا انهارنا، ماليا الليرة منهارة، عنا يعني ضحايا، عنا يعني كمان خسارة بالأرواح، يعني هل تعتبر انه خلص وصلنا كل شيء لازم بقى نقوم؟ احنا بعدنا مستمرين بهالنهج اللي كنا مستمرين فيه قبل وقوع الانفجار، اللي هي اللامبالاة، ما في خطط استباق، يعني شو؟ ما فيني اقول لك غير انه وصلنا لمرحله انه عم نطلب مساعده وما عم بيساعدونا، يعني هون الاخطر، انه نحن وقعنا عم نطلب يد المساعده وانما لا مساعدات من وراء بعض الدوافع، يعني اللي هي الاصلاح وعده نقاط غيرها مطلوبه. نعم. طيب اذا ما فتنا بالاصلاح حتكون صعبه كثير لنرجع نقوم. هذا المهم، انه لازم هالحكومه من بعد هالصفعه اللي اكلناها كلنا كشعب لبناني، انه عن جد بلش تنفذ وعودها وتبلش تحاسب، بلش يصير في استقلال. هل تعتبر رح يكون في انتفاضه جديده؟ مفروض يصير في انتفاضه جديده، وانما التخوف من جهات معينه اللي اخذ الانتفاضه الى مكان اخر. طيب ليش عطول عنا تشكيك بالانتفاضة الشعبية؟ أنا هيدا السؤال، أول مرة كمان انتفاضة 17 تشرين شككوا فيها من أول يوم، يعني قبل ما يطلع ولا أي بيان ولا أي تصريح دغري شككوا بالانتفاضة 17 تشرين، وشفنا كيف يعني شوي خفت وهجة للانتفاضة. صح. اليوم بعد كل شيء صار، الدولار ب10,000، عندك شح بالمواد الغذائية، عندك ما في مساعدات، شفنا اليوم يعني الإهمال وين شو وصل، سقوط، يعني عم نحكي بأرقام مخيفة، 105 كان شخص. صح. ولا 115 شخص. صح. عم نحكي في جريمة صارت. صح. طيب هذا الشيء ما مستدعي انتفاضة؟ طب إذا صار هالانتفاضة أكيد فريق رح يسيرها كمان انتفاضة لأي مطالب؟ هون السؤال، مطالب إصلاحات، مطالب 100%. خطط، مطالب إنقاذ. صح. مطالب كمان أيضا في ناس عم بتطالب بنزع سلاح حزب الله، لأنه بتعتبره هلا وقتها يا حبيبي، بتعتبره جزء من المشكل. أنت برأيك بس هلا وقتها؟ يعني نحن كشعب، إحنا كشعب هلا لا رأيون. إيه رأيون، عم بقول رأيون. طب في ناس تعتبر جزء كبير من الناس تعتبر إنه كل مشاكلنا من وراء سلاح حزب الله، فبنروح على المشكلة الأساسية من نزع سلاح حزب الله. أنا حأمشي معك. حأمشي معك وانتزعنا سلاح حزب الله وطبقنا ال 1559. ما هي؟ طيب هل هيدا بيعني انه اسرائيل منا مختص باراضينا؟ ما قالوا هن يعني اسرائيل منا مختص باراضينا. انت برايك هلا الجيش اللبناني اللي كلنا بنفتخر فيه، هل هو قادر انه يحارب او يفرض الامن والامان على
طب يعني لازم الانتفاضة يكون عندها مثل ما بيقولوا مطالب معينة مشي ما تسيس مش ولا تتهم بالعمالة؟ لازم يكون عندها خارطة الطريق، لازم يكون عندها مشروع سياسي. طب من خارطة الطريق قالت مطالبها وين؟ وين مشروع السياسي الواضح؟ لا حياتكم هلا اللي شفناه انه كل شخص عم يطلع يطالب بشيء. بتعرف ليه؟ ليش؟ يمكن يعني ما في شيء محقق بهالبلد. برايي هي اهم شغله لازم انا هلا بتمنى منهم انه يعملوه يحطوا قياده واضحه، يبلشوا بهالموضوع، يرجعوا ينزلوا خارطتهم، خارطه الطريق، خارطه مطالب السياسيه الاجتماعيه، حلولهم، وبعدين يفوتوا بالانتخابات. بعدين يفوتوا بالانتخابات النيابية بس يكونوا موحدين، وبعدين بنشوف التغيير الصحيح. استاذ فارس فتوحي اهلا وسهلا فيك، رئيس الحزب الوعد اللبناني، يعني اعتذر مجددا على ضيق الوقت بس بعرف يعني بسبب تغطية المباشرة. صحيح. اكيد رح يكون لنا لقاءات تانية. شكرا لحضورك معنا، مش كثير نحن لحظات مع الاعلان ونرجع نتابع لبنان اليوم.